بسم الله الرحمن الرحيم. أقول ألف يوم مرت، ليست هي كالأيام العادية، لكنها ذات وهج ونور. تجلى وهج هذه الأيام في عزيمة الناس، في الدأب، في الصبر، في المثابرة على نيل الحقوق وتحقيق الكرامة. برز نور هذه الألف يوم في قدرة هذا الشعب في التحمل، في الصبر، في كظم الغيظ، في الحلم، في التمسك بالسلمية والابتعاد عن سبيل العنف. أربع رسائل يمكن أن توجه هنا في هذه العجالة. الرسالة الأولى للشعب الصامد المثابر، تحية، بل أقول ألف تحية، قولوا مليون تحية وما يفوقها، للشرفاء المضحين، لعائلات الشهداء، للمعتقلين، للمسجونين، للمطاردين، للمشردين، لكل أهاليهم، لكل هذا الشعب الصابر، للجمعيات السياسية، لكل الحقيقيين البارزين، لكل الجهات اللي أعطت وبذلت وساهمت في جعل هذا الحراك الثوري وهاجا وذا نور في مدى ألف يوم. للسياسيين، للمفكرين، للكتاب، للصحفيين الذين كان لجهدهم الدور الأكبر في إبراز الحراك الثوري وشحذ عزيمة الأحرار. هذه الرسالة الأولى. ألحقوا بها للنساء المجاهدات، للشباب الشابات، للكهول والشيوخ. نقول إن كلمات الثناء لا تفي بحقكم، فاعذرونا إن قصرنا ولم نجزكم حقكم. الرسالة الثانية لإخوتنا في الوطن ممن يختلفون معنا في التوجه أو يسيئون فهمنا، لأولئكم الذين يقيمون معنا، يشاركوننا في تنفس هواء هذا الوطن الغالي، نقول لهم إنهم شركاؤنا في هذا الوطن. لسنا بغاة ولا خارجين عن طاعة، لكنه الواجب الذي تحملناه، الذي يمليه علينا ضميرنا، يمليه علينا واجب حبنا للوطن، طلب الإصلاح، تحقيق الكرامة للجميع. يدنا بيد كل إنسان شريف لمكافحة الفساد الذي تحسون به، لنيل عزة هذا الوطن، لنيل الكرامة الإنسانية. هذه اليوم الألف يوم قد أعطتنا مزيدا من الثقة في أنفسنا. رسالة ثالثة لمن يمتلك القرار السياسي في هذا البلد، ألف يوم يمكن أن تتلوها ألف يوم وألف أخرى إن لم يعط هذا الشعب حقه. لا تماطلوا، لا تحاولوا أن تجرون إلى صراع قذر. شعبنا متمسك بمطالبه، سبيله إليها الصبر على المكاره والسلمية التي تنطلق من عزة وكرامة وترفع وإباء. لن ننزلق في عراك طائفي، لن تجرون لاحتراب مع إخوتنا في الدين والعقيدة. أما الرسالة الرابعة فهي للمجتمع الدولي ولمن حولنا من إخوة في الدين والعروبة، نقول لهم إننا طالبوا حرية، طالبوا كرامة، رافعوا راية ضد الفساد والاستعباد، ضد الظلم الذي نال شعبنا. لسنا أقل استحقاقا من الشعوب العربية
والإنسانية التي حازت نصركم ومساندتكم، ونحن مؤمنون بعدالة قضيتنا. مضت 1000 يوم، فلتتلوها 1000 يوم، لكن عزتنا وكبرياءنا ستظل وحجا لأجيالنا القادمة. شكرا لكم، شكرا لكم أيها الأخوة.